السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بتحلية جديده اللي هي تيراميسو الفراوله. شو راح نحتاجو في التيراميسو تاعنا؟ راح نحتاجو هذا لو بيسكويساك، قهوه، كيلة تاع السكر وكيلة تاع الماء، دو بواط ياغورت كوفراز، كاس تاع الماء البارد، كاس تاع بودره شونتي، ولي فراز تاعنا. وهنا هذا هو لو مول اللي راح نخدمو بيه. اول حاجه حنديروها راح نقصوا الفراز مع بعض. اول حاجه راح نديرها راح نقص الفراز تاعنا، راح نقصوهم بهذا الطريقه كيما هكا. نكملهم كامل بهذا الطريقه ونعود نرجع لك. هنا فوق النار حطيت كيلة تاع السكر، كيلة تاع الماء والفخاز اللي قصيتهم، خليهم حتى يغليو ويتلقوا العسل تاعهم ونحيوهم من على النار. راح نحيو لها هذا الابيض من فوق ونخليوها تكمل تغلي شويه. هنا سي بون راهو واجد، ما نزيدولوش كثر سينو راح يفسدو لنا هاد الحبات ويذوبو كامل. نطفيولو ونخليوه يبرد ونروحو نكملو التيراميسو تاعنا. هنا راح نطلعو كاس تاع الشونتي تاعنا مع كاس تاع الماء البارد. نطلعوهم مليح بالباتور، من بعد نزيدو لهم لي دو بواط تاع الياغورت تاع الفراز. شونتي راح نضيفو لها الياغورت تاعنا. بعد ما ضفت الياغورت راح نزيد نخلط بالباتور حتى تطلع مليح. هنا راح نجيبو لو بيسكوي تاعنا، نغمسوه في القهوة كيما هكا وندي طبقة كاملة. بعد ما درنا البسكوي كطبقة أولى راح نجيبو شونتي تاعنا ونحطوها فوق البسكوي. هنا شونتي قسمتها على زوج لأنه راح نزيد طبقة تاع البسكويت لهنا ونزيد فوقها شونتي. حنعاودو نفس العملية. بعد ما كملت غطيتها بالشونتي راح نفرغو عليها هذا كسيرو اللي خدمناه مع بعض ونزينو بالفراولة كيما هكا. راح نكملو كامل بنفس الطريقة ونعود نرجع لكم. هاوليكم تيراميسو بعد ما زينتو بالفراولة وهذاك العسل.
راح نحطه يبرد. بعد ما يبرد ويحكم روحه راح نقص لكم منه مرسو وتشوفوا كيفاش يجي. هاوليكم تيراميسو تاعنا بعد ما برد، راح نقسم لكم مرسو وتشوفوا كيفاش جا. هاوليكم تيراميسو تاعنا، إن شاء الله ينال إعجابكم وتجربوه ودعمونا بلايك وكومنتار. إلى الملتقى مع وصفات جديدة وصحة فطوركم.